مرحبا بكم مشاهدنا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر. لا زالت الاحتفالات متواصله هنا من قلب كورنيش مدينه اكادير مع الرحاله العالمي الرحاله المغربي ريكو، والذي يحتفل رفقه احد السياح الاجانب من الولايات المتحده الامريكيه. بطبيعه الحال بعد انتصار المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي بهدفين دون رد، كل ساكنه مدينه اكادير خرجت من اجل الاحتفال بهذا الانتصار ومن اجل الاحتفال وعزف نشيد وسمفونيه الانتصار. بطبيعه الحال ريكو اشنو ممكن السلام عليكم. احنا فرحانين بزاف، هذه فرحه كبيره الحمد لله، ومن 98 احنا كنتسناو هذه الفرحه وهذا العام هذا. اللهم بارك اللهم بارك، رجعنا للصحراء ديالنا الحمد لله، والصحراء المغربيه والفريق الوطني الحمد لله، في ذوك الاعداء ذوك الاعداء وذوك المرتزقه وذوك اللي حاديننا الحمد لله. هذا فرحه كبيره للجاليه المغربيه، وانا رحال مغربي وجا عندي خويا من امريكان الحمد لله. هذا كيف فرحنا وكيزيدنا فرحه والحمد لله. المغرب راه ديما الفوق، وهذا ديما كنقولوا ديما عاش الملك وعاش سيدنا الله ينصر. الماتش كان جد رائع الحمد لله، وهذا الشيء اللي بغينا ان شاء الله. الله يحفظكم. كما كتشوفونا الحمد لله ودقيقة كاين الجماعة الحمد لله. احنا فرحانين وكنزيدو نفتخروا اننا مغاربه، اننا المغاربه، احنا المغاربه اول 12 عقل عندنا الحمد لله، وكنعترفوا بها، العالم كيعترف بينا. وكنقول هذوك خوانا وذوك المرتزقه اللي ما خرجوش، احنا عندنا ربعه الجزائر خرجنا هما ما خرجوش، ولكن ديما احنا خاوه الحمد لله. والمغرب المغرب اللعب الحمد لله، هادشي اللي بغينا في المغرب، ما بغيناش شي واحد، حنا بغينا الفريق يلعب براحته وديما غنشجعوه، خسر ربح حنا الحمد لله ما فيناش الحقد وما فيناش الكراهيه. وحنا كنقول هذوك جميع 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 الاعداء الوطن، حنا المغرب راه كنحبوه. ومعايا السيد صاحبي من اي واساي من تكساس، جا على قبل باش يتفرج الماتش معايا، هو از نايم اميد. What do you want me to say? About the soccer. I watched Morocco today play better than a European team, and it's so good to see African teams beat European teams. You are welcome in Morocco. And Sahara! Sahara is Morocco, and I love Morocco. شكرا لك عليكم. وشعارنا الله الوطن الملك، الصحراء في مغربها والمغرب في الصحراء. شكرا تبارك الله عليكم. انتم اخواني الكرام بطبيعه الحال كما كتشوفوا بطبيعه الحال احتفالات خاصه هنا بمدينه اكادير. يعني الاحتفالات ما شاء الله انتم كما كتشوفوا اخواني الكرام، لا زالت الاحتفالات متواصله هنا بالعاصمه السوسيه مدينه اكادير. الكل خرج من اجل الاحتفال، من اجل هتف يعني هتافات الانتصار ولا شيء غير الانتصار. كما كتشوفوا هزيج وهتافات من قلب كورنيش المدينه، فصغار كبار الكل خرج للاحتفال بهذا الفوز التاريخي وبهذا الفوز المستحق لأسود الأطلس على بلجيكا بطبيعة الحال. أنا الفيديو دارك في داخل.
مبارك. شاهنا شاهنا. انتما كما كتشوفوا اخواننا الكرام متابعي قناه الشعب شوف تي في، فبطبيعه الحال ريكو بسيارته العجيبه يحتفل بطريقته الخاصه، فهنيئا لاسود الاطلس بهذا الفوز بطبيعه الحال. فانتما كما كتشوفوا ريكو يحتفل بطريقته الخاصه ويجوب شوارع المدينه من خلال يعني انتما الرايه معنا وملكنا هو اللي كاين، الحكومه المغربيه اللي كاينه، شعار تقرا ما كايناش. شوف شوف تيفي كاينه حاضره مع ديما تسالك ديما كاينه خويا، راه حنا في المغرب حنا خسرنا حنا مع المغرب حنا غنضحكو ونشطو، هذا كيفرح حنا لان الاعداء كيموتوا. انا سير التاريكو سير سير ميرسي بوكو ميرسي بوكو لحظتك. شكل واحد حق المغرب.